أولى أسابيع الحملة الانتخابية تنقضي، 7 أيام من النشاطات وعقد تجمعات حملت في طياتها العديد من التجاوزات، حيث تلقت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ما يقارب 300 إخطار منذ 29 أكتوبر الفارط. يعني مش حاجة كبيرة بزاف، يعني في مجملها لا تتجاوز 300 إلى حد الآن. هي متغيرة طبعا، تتغير مع الوقت. الملصقات موجودة هنا وهناك في غير الأماكن المخصصة لها، ونعتقد بهذا العمل لابد من الانتباه إليه، ولابد من التزام الشركاء بالأماكن المخصصة قانونا. خطابات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني التي أخذت منحى آخر وحولت الحملة الانتخابية للمحليات إلى حملة مسبقة للرئاسيات، كلام ولد عباس بالنسبة لرئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لا حدث. 1541 زائد 48 ولاية، هذا واحد، يعني هذا إبسيلون في الحملة الانتخابية. فلازم الإنسان ينظر، إذا كان 99 من الكأس الذي هو 1% ما فارغ، فلازمش نضخم 1% نربو 2 نقلبو 99. لا وجود للمراقبين الدوليين في الانتخابات المحلية، يقول رئيس الهيئة. هذه انتخابات محلية، ما كانش المراقبين دوليين هذه المرة، ما كانش، فهمتي؟ هذه انتخابات محلية، مش انتخابات لا هي رئاسية ولا هي برلمانية. الحملة الانتخابية في أسبوعها الأول كانت محتشمة في نظر دربال، على أمل التحول في خطاب المترشحين وسلوكاتهم التي أضحت تنفر المواطنين أكثر من أن تستقطبهم.